السلام عليكم مشاهدين. اليوم الموضوع اللي غادي نهضروا عليه هو ديال بديعة والاخت ديالها نعيمة البدوية. هاد جوج خواتات كيف ما عرفناهم عندهم واحد المشكل منذ الطفولة، واحد المشكل اللي هو كما تنقولوا الغيرة. واحد الاخت كتغير من الاخت ديالها لحد الجنون، وتقدر تدير اي حاجة باش الاخت ديالها ما تكونش سعيدة وما تكونش لاباس عليها. هادشي اللي كيعبروا الهضره اللي كتقول الاخت على اختها، والفيديوهات وكثار 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 اللي سمعنا اليوم. اليوم ماشي هذا هو موضوعنا. الموضوع اللي غنهضروا عليه هو ان اخت نعيمه البدويه خرجت واحد الفيديو اليوم كتعطي نداء الاخت ديالها، وكتعطيها واحد الرساله وكتناديها باش تجي تزور الام ديالها. ما عرفناش علاش نعيمه البدويه لحد الان ما مشاش تزور الام ديالها بعد الام ديالها ما وقع لها داك الحادث، وكنا طالبناها باش تمشي تزورها، وهي حتى هي كانت كتبكي وكتقول ما كرهتش نمشي عند الام ديالي، ولكن سبابي خوتي هما اللي ما كيخليونيش نمشي. كيلقى الخصام، وشفنا اخر مره راه مشاو وتهجموا على بعضياتهم ووقعت واحد المشكله ليا كبيره، ولكن رغم ذلك كان عليها تبقى تحاول وتحاول وتحاول باش تزور الام ديالها. اخت ديالها قالت ليها الام ديالنا عندها 90 عام في عمرها، وانتيا ما كتجيش تزوري الام ديالنا رغم كل الخلافات رغم كل الصعوبات رغم اي حاجه وقعات، خاصك تجي تزوري الام ديالك وخاصك تسامحي مع الام ديالك، حيت واحد السيده مسنه، واخا زعما تعايرك واخا تقول فيك اللي قالت، مهما كان الحال هذيك كتبقى الام ديالك. هاد الكلمه هذه ملي الواحد كيوصل للوالدين صافي ما كيخلي داك ما كتبقى الهضره كتسالي، ما كيبقى ما يتقال. هادشي علاش حبيت نهضر في هذا الموضوع، حيت سمعت وسمعت سمعت بزاف ديال الرسالات ولكن غير مقنعه، ولكن هاد الرساله بالذات اللي عطاتها الاخت ديالها نعيمه البدويه اثرات فيا، وحبيت نهضر عليها باش نعيمه البدويه تحرك فيها واحد شويه ديال المحنه جيت الام ديالها. واخا حنا عارفين هي راه الام ديالها عزيزه عليها، ولكن هاد الموانع ديال الخصام والحقد بين الاخوات هي اللي مخليها ما تشوفش الام ديالها. كناديوها باش دير واحد المبادره، ماشي صافي غير المره الاولى ما صدقاتش وناد الخصام صافي يضرب واحد النمره على الام ديالها بان عمرها ما تبقى تشوفها طول حياتها. مهما كان الحال بنادم كيتغايروا وكيتفشوا، دابا دازت على ديك الخصام شي مده هذه، ولكن من تما ما بقاش نعيمه البدويه دارت حتى بادره باش تزور الام ديالها. هذه هي الفرصه دابا بعد ما الاخت ديالها اللي كتخاف منها باش تمشي وقعوا مشاكل كتناديها وكتقول ليها سيري شوف امك، وهي تبحث على الام ديالها فين عايشه وتمشي تزور الام ديالها، حيت من حقها. هذيك امهم ماشي والده غير واحد، راه والده بزاف، كل واحد عنده الحق يشوف الام ديالو. واخا الام ديالها تدفعها واخا تضربها واخا تعايرها واخا كما دارت لينا حنا، ديك الام ديالنا كتبقى كما تنقولوا خط احمر، الام ديالك خط احمر، وحتى واحد ما يقدر يمنعك عليها، وحتى واحد ما يقدر يقول لك شي كلمه خايبه في الام ديالك وتقولي ليه مزيان. هذه هي الرساله اللي جيت نوضح اللي عطاتها اخت بدويه باش اختها تمشي تزور امها، وفي الحقيقه اثرات فيا بزاف، وقلت نوصل هذا الميساج. الى ما سمعتوش البدويه تقدر تسمعوا الناس اللي كيتواصلوا معاها، وكما كنا يزعموها شويه ويخليوها تمشي تزور الام ديالها، ما عندها علاش تخاف. المشاكل كاع كيوقعوا غادي يدير واحد السيده ولا شي واحد تكون يلتقى باش يمشي معاها، وديك الساعه الام ديالها تطيح ليها على راسها وعلى رجلها وعلى يدها وتبوسها وتصالح مع الام ديالها، والمسامح كريم. هذا الشيء هو اللي جيت نوضح النعيمه البدويه، ونتمناها دير به، والى اللقاء فيديو اخر.